Fifty languages. Forty-two. اثنان واربعون. اثنان City tour. زيارة المدينة. زيارة المدينة. Is the market open on Sundays? هل يفتح السوق? أيام الأحد؟ هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Is the fair open on Mondays? هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ Is the exhibition open on Tuesdays? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ هل يفتح المعرض ايام الثلاثاء Is the zoo open on Wednesdays هل تفتح حديقه الحيوان ايام الاربعاء هل تفتح حديقه الحيوان ايام الاربعاء Is the museum open on Thursdays هل يفتح المتحف ايام الخميس هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Is the gallery open on Fridays? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Can one take photographs? هل يسمح بالتصوير؟ هل يسمح بالتصوير؟ Does one have to pay an entrance fee? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ هل يجب دفع رسم دخول؟ How much is the entrance fee? كم يكلف رسم الدخول؟ كم يكلف رسم الدخول؟ Is there a discount for groups? هل يوجد تخفيض للمجموعات هل يوجد تخفيض للمجموعات Is there a discount for children هل يوجد تخفيض للاطفال هل يوجد تخفيض للاطفال Is there a discount for students هل يوجد تخفيض للطلبه يوجد تخفيض للطلاب واتبع مبنى ما هذا المبنى ما هذا المبنى هاو old is the building كم عمر هذا المبنى كم عمر هذا المبنى Who built the building من بنى هذا المبنى من بنى هذا المبنى I'm interested in architecture انا مهتم بالهندسه المعماريه انا مهتم بالهندسه المعماريه I'm interested in art انا مهتم بالفن أنا Bilfen I'm interested in paintings. أنا مهتم بالرسم. أنا مهتم بالرسم. Please go to www.50languages.com to download the latest version.